النهارده المصري رسميا السيد كامل ابو علي رئيسا للنادي المصري. اليوم السابع بيقول لجنه انتخابات المصر تكشف تفاصيل فوز قائمه كامل ابو علي. الاصوات الصحيحه 2802 صوت، ده اللي اعلنته اللجنه القضائيه. طبعا الكلام كله بالتزكيه، بس التزكيه لازم يبقى لي يعني الناس تيجي وتزكي الفكره حتى لو تزكيه. يعني اللي كان لهم حق التصويت 6913، اللي ادلوا باصواتهم 2841، الاصوات الصحيحه 2789، الاصوات الباطله 52 فقط. اللي وافقوا على القايمه بتاعت السيد كامل ابو علي بالتزكيه 2728 صوت، فقط اللي رفضوا 61. بناء عليه تم اعتماد فوز المرشحين في هذه الانتخابات برئاسه السيد كامل ابو علي الرئيس الجديد للنادي المصري. معايا الاستاذ رجب عبد القادر نائب رئيس النادي. استاذ رجب الف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن شبان، ازيك؟ يعني بورسعيد نورت بيكو. بورسعيد تستحق كتير يا كابتن شبانة، والاستاذ كامل ابو علي طبعا رمز محترم مشرف لبورسعيد ولمصر كلها. طبعا، ومن الناس اللي بتحب المصري جدا وبتحب بورسعيد جدا، والناس كلها متفائله خير في وجودكم بصراحه. يعني ان شاء الله نحقق طموحات بس انتوا عليتوا السقف، خد بالك جدا. اول ما الناس سمعت كامل ابو علي بداوا يفكروا بقى في كيروش وفي كوبر واسماء لعيبه ومحترفين ونجوم الدوري. يعني بقول لك بس يعني بص، مغاره علي بابا اتفتحت على النادي المصري، خد بالك. الاستاذ كامل ابو علي جدير بكل الكلام ده. تمام. طب السؤال الجماهيري، طبعا في تغييرات هتحصل في الجهاز الفني. يعني كابتن حسام حسن امبارح صرح وقال انه مش عارف مصيره مع النادي المصري. هو مش عارف مصيره مع النادي المصري لسبب ان عقده مع المجلس السابق بنهايه الموسم، بنهايه الموسم ينتهي 30/8. تمام. المجلس كان المجلس الاستاذ كامل ابو علي لم يتسلم المسؤوليه حتى الان، وبالتالي مطلوب ان الاستاذ كامل هيجتمع بالمجلس خلال الاسبوع الجاي، لانه موجود خارج مصر دلوقتي، وبمجرد عودته في اول اجتماع هيعرض على المجلس ما انتهى اليه بشان الجهاز الفني، سواء استمرار الكابتن حسام. بس هو المتوقع ان يبقى في مدير فني اجنبي اسم كبير، المتوقع كده. مش بالضروره في الفتره الانتقاليه الحاليه وفي الوقت الضيق ده ان يكون في مدير فني اجنبي، وحضرتك عارف ان بالعكس، خد بالك ده افضل وقت للتغيير لو في تغيير هيحصل، لان انت عندك فتره اعداد فوق الشهر ونص، يعني انت عندك وقت. تمام. انا بتكلم في مدير فني اجنبي او مدير فني مصري. تمام. هو ده كلام، يعني الموضوع بتاع مدير فني اجنبي بيحتاج جهد اكتر، وحضرتك شايف ان سوق المدربين الاجانب النهارده في مشاكل. هو الكابتن محمود فايز وهو مقرب من مستر كوبر كان ألمح وقال نادي جماهيري، بس مش أهلي ولا زمالك، بتفاوض مع كوبر. بدأت أفكر، قلت الإسماعيلي أكيد، الإسماعيلي عنده مشكلة ضخمة جدا. طب الاتحاد، طب المصري، فعناية زاغت عليكم كده على النادي المصري. هل فعلا في كلام مع مستر والله كوبر؟ والله يا كابتن شبانة منتظرين عودة الأستاذ كامل عشان نشوف ماذا في جعبته. ده خد بالك الأستاذ كامل أبو علي أنا حاسس إنه هيجي بطيارة خاصة، فاهم؟ ويفتح الباب تلاقي نازل هو وفي ايده كوبر وفي ايده مهاجم كاميروني ومهاجم معرفش برتغالي يعني كل الناس في بورسعيد على فكره متفائله بيكوا خير، وان شاء الله النادي المصري يعني يصول ويجول، لانه نادي يعني كبير ونادي جماهيري ونادي محترم، وربنا يكون في عونكم برضو، لان الجمهور في بورسعيد مفتون بكره القدم، فهيبقى طول الوقت ضغط عليكم، خد بالك. يعني اللي انا عاوز اقوله لحضرتك يا كابتن شبانه ان جمهور بورسعيد يستحق طبعا، وشعب بورسعيد يستحق اي مجهود او اي حاجه يعملها الاستاذ كامل او مجلس ادارته. ده امر يستحقه جمهور بورسعيد، وان الاوان ان يعود فريق النادي المصري وجمهوره من غربتهم اللي طولت قوي، اللي هو في برج العرب. ما في استاد جديد بيتبني والامور تتظبط، او على الاقل تلعبوا في الاسماعيليه، يعني كان في فكره كده. هل في شكل جديد للعلاقات بين المصري مع النادي الاهلي؟
العلاقات طيبه جدا انا بين عارف على المستوى الشخصي. بين المجلسين مفيش مشاكل ومفيش اي عوائق تعوق ان تكون العلاقات طيبه بين يعني هل المدرسه. بتفكروا في مبادرات معينة؟ هل بتفكروا في شكل يعني يبقى واضح قدام الرأي العام كل الكلام ده؟ خلينا نعترف ان الاستاذ كامل ابو علي راجل دوله من الطراز المحترم قوي، وقادر على انه ينهي اي امور بسيطه تجمع النادي المصري عن كل مع كل الاطراف. يعني اقصد انتوا فاتحين ايديكم للقصه دي يعني عشان فاتحين ايدينا وفاتحين عقولنا وفاتحين قلوبنا لكل مظبوط. الفرق ده المصريه كلام محترم جدا. يبقى كان لكم فكره ان انتوا تشاركوا في البطوله العربيه او طلب حاجه كده النادي المصري. اعتقد ان الاستاذ كامل بيميل للمشاركه في الدوره العربيه ان شاء الله تعالى. لان كمان البطوله العربيه مهتمه جدا بالانديه الشعبيه، فاعتقد النادي المصري يعني كانت شبانه ما لم تفوق من هتندثر هتندثر مظبوط. واعتقد ان مشروع الحلم اللي بيعمله الاستاذ كامل في بورسعيد ده اساس لاستثمار رياضي قوي جدا، واستثمار رياضي اللي هو يعمل ايرادات موجود او مش موجود النادي المصري يفضل طول الوقت عنده دخل وايراد له. بالظبط كده، وده لان احسن ده حاجه طبعا عالي جدا. واعتقد ان التشريع الرياضي وصلنا لمرحله الاستثمار الرياضي. ومش هخفي سرا لو قلت ان الاستاذ كامل بدأ بالفعل في تأسيس شركة المصري للاستثمار الرياضي. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ رجب نائب رئيس النادي المصري.